معكم حبابي، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن ما يرام. مرحبا بكم عندي في القناه ديالي وقناتكم لاتولي دايشا. اليوم جيتكم فيديو جديده، فيديو ديال الوصفه اللي نقدم لكم فيها وصفه البانكيك اللي كيحمق عليها الكبير والصغير. لهذه الوصفه كنحتاجوا 200 غرام ديال الفرينه، كنحتاجوا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، 30 غرام ديال الزبده مذوبه، جوج بيضات، جوج دو ساشي ديال السكر الفاني، عندنا كاس حليب، كاس ديال العلبه ديال الحليب، رشه ديال الملحه، وعندنا خميره ديال 16 غرام. نتوما عندكم 11 غرام ديروها، انا عندي ديال 16 غرام، غنديرها كامله. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. على بركه الله غنديرو رشه ديال الملحه، رشه صغيره، نزيد عليهم السكر الفاني، نزيدو معلقة ديال السكر، نخلطو هاد العناصر الصلبة، كنهزو هاد جوج بيضات كنخلطوهم في بلاصة وحدة، كنخلطو مع بعض. بسم الله، كنزيدو البيكنج باودر خميرة، كنخلطو، كنزيدو 30 غرام ديال الزبدة المذابة، من بعد نزيد عليهم الحليب، هكا الحليب غيجمع لينا الخليط كامل. كنستمرو في الدمج، كندخلو البيض مع الفرينة، كنزيدو عليهم دابا الحليب، وكندوزو جميع العناصر حتى كنحصلو على خليط كريمي. انا غنستمر في الدمج وغنبين لكم من بعد. ها هو ديجا الخليط بدا كيدوب، من بعد ما كنضربوه مزيان كنحصلو على خليط متجانس، هانتوما كيما كتبان لكم بحال الكريمة. هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلو عليه، نتمنى انه كيبان لكم مزيان. فوالا كنخليه يرتاح مزيان على ما نسخنوا المقله ديالنا ونبداو نطيبوا فيه. انا رجعت لكم من بعد ما تلمعت البلون دو طراي ديالي، وخليت البانكيك، المهم الخليط ديال البانكيك يرتاح واحد 5 دقائق على ما نجمع البلون دو طراي وندير المقله ديالي تسخن. دابا غنبداو نطيبوا فيه. بسم الله، فاش كيبدا يدير لينا هاد الفقاعات مالتها خاصنا نقلبو.
ايوا يا الحباب، وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا مع الشكل النهائي والتقديم. انا حبيت انني نذوقوا بصوص ديال الشوكولا، ولكن كل واحد والبنه بيان سور، ولكن كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو. اللي بغى صوص الشوكولا اولا الزبيده مع العسل كيجي يا سلام، حتى هو كيجي بنين. هذا هو البانكيك ديالنا، كيفلتو لا من فوق كيجي من فوق مفلفل بنين غزال. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وخلي لي كما كنقول لكم ديما في التعليقات الفيديوهات المقترحه الجايه. المهم هذه خليتها على جنب باش نوريكم كيف كيجي ملي كنحلوه. اوب، ها كيفاش كيجي من الداخل. نتمنى انكم تجربوه وتردوا لي الخبر. هذا كما قلت لكم كما سبق وقلت زوقته بالشوكولا، وهذا زوقته غير بالسكر كلاسي. نتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم والوصفات ليكم سهله لا ناجحه 100%. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وعائلتكم. خليو لي التعليقات ديالكم ودولي بزاف لي لايك. كنحبكم بزاف. بسلامه.